26 جمعيه سياسيه وجمعيات مجتمع مدني تداخلت والى قرارات الامم المتحده بقياده الفلسطينيه اليوم. بالنسبة للبضاعة القديمة احنا نشتريها من تجينا عن طريق الحاجة إلها، ناس اكو تحتاج فلوس، يريد مثلا يزوج ابنه، يريد يتعالج، يريد يبني بيت، يريد يشتري قطعة أرض، فيبيع هاي المقتنيات اللي هي يسموها الانتيكات. الانتيكات الأشياء الفريدة اللي صانعيها توفوا فما موجودة بعد منها، فلذلك سموها بالانتيكات او اليونيك او الشغله الفريده، الصناعه الفريده مثل ما يقول. هاي استاذ الانتيكات نحصل عليها عن هاي الطريق، اما عن طريق وفاه شخص ما ويقومون الورث ببيع ممتلكاته، او عن طريق الحاجه للمال فيبيع المقتنيات مالته. وبالنسبه للرواد، اي شخص بغدادي قديم واي شخص عراقي، العراقي من معروف عنه يحب التراث، كان دائما يقتني هاي الاشياء ببيته. شلون المضايف اكو، يعني انا شفت رحت الكويت بوقتها، شفت مضايف موجوده عندهم بها نفس المضايف مالتنا تقريبا، دلال والبنادق والخناجر والسيوف. هسه اكو نفس الشيء عندنا بالعراق، هم مضايف، وايضا البيوت العاديه او الناس العاديين عندهم موقع او عندهم مكان ما في بيوتهم يحتفظون بالاشياء الشرقيه والاشياء البغداديه بالذات اللي هي صناعه يدويه، وهاي تلقاها موجوده في كل بيت عراقي تقريبا، في كل بيت اصيل. اي ناس تحب الانتيكات، يعني اذا واحد ورث فد راديو من راديوات اللمبات القديمه وعاطل ما يشتغل، يجيبه الى هذا السوق، لانه الصانعين الموجودين هنا بقوا قدام مثل السيد حميد، موجود الحد باقي لحد هسه، بعد اللي هو كان تلميذ جورجي اليهودي اللي كان يصلح راديوات اللمبات ومشهور بهذا شو اسمه الرجل، توفى حاليا. فهذا الرجل باقي يصلح هاي الراديوات، مثل مصلحين الساعات القديمه الجداريه تشوفه، المصلحين موجودين عندنا، اقدم المصلحين هسه موجودين حاليا، ودي يعلمون ابنائهم على هاي الحرفه. Yes.